باسم جمعية أنوار البراءة لمسرح الطفل والتنشيط التربوي بمدينة يوسفية بتنسم مع جمعية الإبداع المسرحي والثقافي بمدينة أسفي. نشكر كل من ساهم في إحياء هذا الحفل. وكنشكر السلطة المحلية والمديرية الإقليمية بمدينة الحسيمة. وكنشكر الأطر التربوية بمدرسة. وكنشكر على الجهودات الجبارة اللي قاموا بها. سقات حار عليهم. وكنشكر السيد رئيس المؤسسات ما غادي نجي نعطيه البوي تعطيه الزراوي ويعطيه. يلا ايديكم هكا وغيبان ليا اللي فيق واللي ناعس. واش الوليدات ولا البنيتات؟ فين ما تسمعوا شي حاجه كطير كتقبطوها انتم بحال هكا. دقه واحده غادي نعتمدوا على حاسه جدا. حاسه عندك سكتي شي ساعتين. يلا طنطيره. لا 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 بغيت نقرا. ردوا معايا البال وحلوا عقلكم. راه قريش باقي ناعس. راه الا ما فيقتو راه كيبقى ناعس. يلا دقه تكون حاره. طنطير مزيان. فراشه. حمامه. مدرسه. علاه المدرسه كطير؟ قلت الطير اللي عقلي. شكون اللي شدها؟ الاولاد ولا البنات؟ البنات. الاولاد ربعين ديكم. الاولاد ربعين ديهم. البنات عملي يديكم. شوفوا البنات تبارك الله كيف فايقات. يلا البنات طنطيره فراشه حمامه استاذه. بغيتو تطيروا لي عقلي واقيلا. ربعي يديكم هكا. شوفوا الوليدات تبارك الله كيف فايقين. يلا الرجاله حمروا لي وجهي وماشي مكسر فيك. حل عقلكم. يلا طنطويا طال حارس. حتى الحارس مسكين كيطير. غنسمح لكم اخر مره الاولاد والبنات. يلا طنطويا طال المدير. سكتوا سكتوا ما سمعكمش. ها ثقات حر على رئيس مؤسسه الوطن التربويه. لا شوف الا قلنا نصفقوا غادي نصفقوا. ما نغوتوش ما نصفروش. هذه راه مؤسسه. المؤسسة ديالنا خصنا نحترموها ماشي ملعب ديال الكرة. غندو نصفرو ونغوتو. صافي نبداو الحمد ديالنا. يلا غنحسب واحد جوج ثلاثة كلشي غادي يسكت. واحد جوج ثلاثة. آخر مرة. يلا واحد جوج ثلاثة. Yeah.
برافو برافو. كل نموذج بالاداء تعامل مع الاستاذ، كل نموذج بالاداء تعامل مع الاستاذ. لا 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 تهبط عليه الكلام غادي تندم، تعرف معلمك وقيسر جائزة عبارة عن قصة المطار السفادة. اش قلنا ملي غنديروا القرعة الفائز أول شنو عنده؟ باليزة. جوائز اللي عندنا عبارة عن قصص للمطالعة والاستفادة، غنمشيو حتى لديوركم تقراوهم. ولكن راه اللي واقف ولا اللي كيدير الفوضى ما كنعيطوش ليه. دابا غادي نشوفوا ثلاثة ديال البنيتات وثلاثة ديال الوليدات يكونوا في الخامس والسادس، غيجيو عندي غادي يشاركوا معايا في واحد المسابقة جميلة نضحكوا فيها شي شوية. مسابقة العنوان ديالها الرياضيات ومطيشة. الرياضيات فهمتي شوية نقول لهم عطوني شي زغروتة. مع اليوم عندنا حفلة ياك، عندنا عرس الأطفال ما فيها بس نسمعوا شي زغريتة ياك. والله فين هما الوليدات اللي غيشاركوا معايا؟ ولا عيط ليه خلوا لي المكان ديالو فارغ باش يعاود يرجع. أجي نتي واش قلتي؟ اللي واقف ما مشاركش. واجي انت سالي ورا تويا تويا. ودائما الوليدات راه كنقول لكم راه اللي كيتابع في القسم راه هو اللي كينجح، اللي كيتابع هو اللي كيربح، واللي ما كيتابعش راه ما عمرو غادي يفوز، ما عمرو غادي ينجح، ما عمرو غادي يربح. متفقين ولا ما متفقينش؟ ودائما الاستاذ الا كان كيشرح التلميذ اش خاصو يعمل ينتبه باش يستافد. متفقين؟ يلا كلشي جلس جلسوا. ما تزغرتي ما تصايبي كسكسو خاصك بطاطا وزريويطي. اللي حداه مطيشه جوج مطيشه ثلاثه مطيشه اربعه مطيشه خمسه مطيشه سته مطيشه سبعه مطيشه ثمانيه مطيشه تسعود. اللي خطا اش غادي نقولوا عليه؟ ولكن غنسمحوا ليه من الاولى والثانيه والثالثه. يلا بداو منك حتى الاول. فيما كيخطا شي واحد كنعاودوا الحساب من الاول، وفي ما كينقص شي واحد المسابقه كتصعب. يلا ربي عندكم لجنه تحكيم. واحد جوج مطيشة ثلاثة مطيشة أربعة بنادم ليا بسرعة مطيشة شي واحد